السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله أنا طيب. يا شيخ، لا أعرف الشخص المذكور يا طالب العلم، نعم تفضلي. بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل، إيه هو حكم تصغير الأنف لو كانت كبير وتعرضت فيها يعني للتريقة كذا مرة؟ والله أنصحك بعدم ذلك، لأن هذا فيه كما يبدو تغيير لخلق الله.